دكتور محمد، ترشيح محمد أحمد نجاد لنفسه في هذا التوقيت، أولا ما الذي يضيفه إلى قائمة المرشحين التي رأيناها خلال الأيام الماضية؟ ماذا يعني ترشحه؟ نعرف أن يعني آخر ترشح له كان عارضه المرشد علي خامنئي، اليوم هو يترشح، هل ممكن أن يمر أيضا عبر مجلس صيانة الدستور؟ اهلا وسهلا بك استاذ ماجد. في اعتقادي هناك طبعا مشكله امام الرئيس الاسبق احمدي نجاد في هذا الامر، لانه سبق ان تعرض بالفعل لما يسمى مقصله مجلس صيانه الدستور، ليس مره واحده وانما مرتين، وبالتالي من الصعب ان نقول انه من الممكن ان يعدل مجلس صيانه الدستور من موقفه، لانه في هذه اللحظه سيتعرض لمشكلة كبيرة فيما يتعلق بما الذي حدث لكي يغير مجلس صيانة الدستور موقفه أو سياسته إزاء ترشيح أحمدي نجاد تحديدا، لأنه مجلس صيانة الدستور يتعرض بالفعل لضغوط في هذا الأمر نتيجة عمليات الاستبعاد، وبالتالي هناك تحدي أساسي أمام الرئيس أحمدي نجاد في هذا الأمر، رغم أن الرئيس حريص على أن يكون ضمن عباءة النظام الإيراني بدليل أنه عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام حتى الآن رغم كل الخلافات مع بعض مؤسسات النظام الإيراني. دكتور محمد، الرجل له تاريخ كان شديد العداء للجانب الغربي، رأينا يعني كثير من التصادمات في هذا الإطار، أيضا كان هناك تصادمات على مستوى داخل إيران حتى مع المرشد في فترة ما بسبب السلطة المطلقة وما سميت الصلاحيات الواسعة وما شابه. محمود أحمدي نجاد ما الذي قد يضيفه للمشهد إذا ما انتخب رئيسا، إذا ما وصل إلى سدة الرئاسة مرة أخرى؟ يضيف مزيد من التشدد. هذا سؤال مهم بداية أستاذ ماجد. أنا في اعتقادي أنه يمثل إشارة بأن النظام يميل نحو أقصى درجات اليمين المتشدد داخل إيران في اللحظة الحالية، لكن دعني أقول أن التوجهات التي يتبناها الرئيس الأسبق أحمدي نجاد تقترب إلى حد كبير جدا من توجهات المرشح الأول في هذه الانتخابات، وهو سعيد جليلي المرشح الأول، باعتبار أنه أول من تقدم بأوراق ترشيحه في أمام لجنة الانتخابات. سعيد جليلي مقرب جدا من أحمدي نجاد وتولى منصب الأمين العام لمجلس الأمن القومي وكبير المفاوضين الإيرانيين في عهد أحمدي نجاد، وبالتالي هو يقترب إلى حد كبير من نفس السياسة التي كان يتبعها الرئيس الأسبق أحمدي نجاد. لكن في كل الأحوال، في حالة ما إذا وافق مجلس صيانة الدستور على ترشيح أحمدي نجاد وربما ترشيح علي اللاريجاني المرشح الآخر الذي تعرض للاستبعاد في الانتخابات السابقة، أنا أعتقد أنه ستكون هناك منافسة عالية بين المرشحين مرشحي تيار المحافظين في هذه الانتخابات، وربما في حالة ما إذا تم اختيار أحمدي نجاد أو سعيد جليلي هذا سيوجه إشارة إلى الداخل والخارج بأن النظام يتبنى سياسة أكثر تشددا ربما حتى من سياسة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي على مستوى القضايا الاجتماعية الداخلية مثل قضية الحجاب والحريات الاجتماعية، أو على مستوى العلاقات مع الدول الغربية فيما يتعلق بالملف النووي والدعم المقدم للحلفاء في المنطقة وحتى الدعم العسكري المقدم لروسيا في حرب أوكرانيا. دكتور محمد، الجانب الإيراني خلال فترة رئيسي شهد تقارب مع دول المنطقة، مع الدول العربية بشكل خاص، حتى مع أذربيجان، تركيا، دول أخرى. هذه وجوه كثيرة الآن ترشح نفسها للانتخابات، أيها أقرب لمزيد من المصالحات في هذه المنطقة المتوترة أساسا؟ ربما الأقرب في اعتقادي هو علي لاريجاني، لأنه لاريجاني أولا على المستوى الداخلي كان حريصا في فترة وجوده داخل مؤسسات النظام، كان أمينا لمجلس الأعلى أمن قومي ورئيسا لمجلس الشورى الإسلامي ومقرب جدا من خميني، كان حريصا على فتح قنوات تواصل مع كل الأطياف والتيارات السياسية بما فيهم تيار الإصلاحيين، وأيضا خلال توليه منصب أمين مجلس الأمن القومي كان حريصا على التواصل وفتح قنوات تواصل مع العديد من دول المنطقة وحتى مع الدول الغربية خلال ترأسه مسؤولية التفاوض في الملف النووي. لكن في كل الأحوال دعني أقول أستاذ ماجد أنه تحسين العلاقات مع دول الجوار ربما يتجاوز منصب الرئيس
ويصل إلى السياسة العليا للنظام، لأنه داخل إيران هناك اتجاه الآن يرى أنه إيران نفسها تتحمل جزء كبير من مسؤولية ما يسمى بالإيرانوفوبيا، الانتقادات الموجهة للتدخلات الإيرانية والتمدد في على مستوى المنطقة وهكذا. كان بعض الاتجاهات داخل إيران ترى أنه بعض تصريحات المسؤولين الإيرانيين كانت مسؤولة عن هذه الانتقادات، مثل التصريحات الخاصة بالسيطرة على 4 عواصم عربية على سبيل المثال والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. لذلك كان هناك اتجاه لتحسين العلاقات مع دول المنطقة، حتى الدول التي لديها خلافات مع إيران، وكان هذا أحد أسباب التي أدت إلى تصعيد إبراهيم رئيسي. وبالتالي أنا في اعتقادي حتى مع رحيل إبراهيم رئيسي، أنا أعتقد هذه السياسة ستتواصل خلال المرحلة القادمة، لأنه إيران أدركت مدى فداحة التوتر في العلاقات مع المحيط الإقليمي والكلفة العالية التي تتعرض إليها إيران بسبب هذا النتيجة، خصوصا أنها تتعرض في نفس الوقت لعقوبات دولية أمريكية وغربية تحديدا بسبب الخلافات المتصاعدة حول العديد من الملفات، الملف النووي والدعم لروسيا في حرب أوكرانيا والتمدد في المنطقة ودعم الحلفاء وغيرها. من القاهرة الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الإهرام للدراسات الدكتور محمد عباس ناجي، شكرا لك.